راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاربعاء 7 من شهر 4 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار في عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا العنف في الجنينة إلى أكثر من 50 قتيلاً و 132 جريحاً وحرق كامل لمعسكر أبو زر للنازحين. نزوح 3800 من أحياء الجنينة ولجوء أعداد أخرى إلى تشاد باستمرار توقف الرحلات الجوية وإغلاق الطرق والأسواق في الجنينة. العثور على جسامين 2 من المزارعين في جنوب كردفان ومظاهرات في الخرطوم والولايات إحياء لذكرى 6 أبريل. أنباء أن وفاة 3 من مرضى كورونا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وكيانات طبية تطالب بالإغلاق التام لـ3 ولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت أعمال العنف في الجنينة أمس الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي بعد هدوء حذر مساء الاثنين وصباح أمس. جاء ذلك على الرغم من إعلام مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ في ولاية غرب دارفور، وشن مئات المسلحون هجوما على معسكر أبو زر للنازحين مصحوبا بالقذف بالأسلحة الثقيلة والمدفعية ومعسكر جامع الزالنج في الجنينة، الأمر الذي أدى إلى حرق معظم المنازل وتصاعدت سحب الدخان في سماء المعسكر، فيما كشف شهود عن تعرض المعسكر للنهب بواسطة المسلحين. ولم يتحصر راديو دبنجا على تفاصيل الضحايا والخسائر بسبب ذلك، وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص: قام حرق جميع المدينة جنينة، ناس أبو زرع انتهى منه. أي والله حرق كمية حائل والله، ده حكومة عمل تشكيلة بس قشة وخلاص حرق منه. شوف يا جماعة حرق ده، ده مسرى برمط بمطاف وبعرب جي وده شكوت أم استخدم داخل المخيم أبزر. شوف الكلام ده يا جماعة، أعوذ بالله، ده شوف حكومة السودانية يا جماعة كلام ده، شوف أعوذ بالله، ده في منطقة أبزر بالذات. من جانبها كشفت لجنة أطباء غرب دارفور عن مقتل 32 شخص وإصابة 68 آخرين بسبب أحداث العنف في الجنينة حتى صباح أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي للضحايا منذ مساء السبت إلى 50 قتيلا و 132 جريحا. وأوضحت اللجنة في تقريرها الثاني حول الأحداث أن الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي والسلاح الطبي ومستوصف النسيم. وقالت لجنة الأطباء أن هناك عدد من الإصابات تحتاج إلى إجلاء عاجل إلى الخرطوم لحاجتها إلى تدخلات جراحية متقدمة لا تتوفر في مستشفيات المدينة. أعلنت الأمم المتحدة أمس عن مقتل 56 شخص في اشتباكات بالجنينة، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية أوشا في تقرير له أمس، قال أن الأحداث أدت إلى نزوح 3800 شخص من أحياء حي الجبل والجمارك والثورة والتضامن إلى المساجد والمباني العامة القريبة، فيما أفادت مفوضية العون الإنساني بفرار أعداد من المدنيين إلى تشاد. وأشار المكتب إلى تعليق تسليم المساعدات الإنسانية في المدينة إلى حين تحسن الوضع الأمني. وأكدت الأمم المتحدة إلقاء الرحلات الإنسانية بسبب الاشتباكات وإغلاق الأسواق والطرق داخل وخارج الجنينة، وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي من الجنينة بعد تدمير محطة الكهرباء المحلية مساء يوم الاثنين. أعلن مجلس الوزراء أمس أن وفداً أمنياً برئاسة وزير الداخلية سيتجه إلى الجنينة للوقوف على الأوضاع. كما أعلن المجلس خلال اجتماعه أمس الثلاثاء ترتيبات مع وزارة الحكم الاتحادي لتنظيم مؤتمر خاص بالجنينة. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 من رجال الشرطة خلال أحداث الجنينة. وقال وزير الداخلية عز الدين الشيخ في تنوير للمجلس أن أحداث الجنينة والسريف من الأحداث ذات التأثير الكبير، مشير إلى عدد القتلى والجرحى بين المواطنين والأجهزة الأمنية بالجنينة،
ونوه إلى الهدوء النسبي في المدينة. من جهة أخرى، نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء تنديدا بأعمال العنف التي راح ضحيتها عشرات المواطنين. وأضاف أحد الناشطين المشاركين في الوقفة: الآن نحن شباب من أجل ولاية أرض دارفور، الآن في وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ردا للانتهاكات التي تحدث في ولاية أرض دارفور من قتل واقتتال وصراعات قبلية. حقيقة نحن الآن طلعنا مجردين من كل الانتماءات القبلية الضيقة وداركين الحس والواجب الإنساني والضمير والأخلاقي في دواخلنا، لأنه قاعدين نفتكر أنه ولاية قلب دارفور من أكثر الولايات اللي قاعد تتضرر من الأحداث. وفي ذات الموضوع، قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن الميليشيات المسلحة دخلت أحياء مدينة الجنينة منذ يوم السبت، وأوضحت في بيان لها أن الهجوم طال 5 من أحياء المدينة و3 معسكرات للنازحين. وحملت المنسقية الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والوزراء مسؤولية هذه الهجمات المخططة والمدبرة، مشيرة إلى تقاعسها في تحقيق العدالة في الجرائم الفظيعة السابقة. وقالت أن مؤسسات الدولة الحميقة ما زالت تتحكم في تحركات بعض المسؤولين في الدولة وتعمل في الخفاء لقلق الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في السودان. وصفت نقابة المحامين السودانيين ما حدث في الجنينة بأنه يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأدانت نقابة المحامين في بيان ما حدث في الجنينة، ودعا البيان لاجتثاث عوامل تكرار العنف في كل فينة وأخرى وفي مدى زمني متقارب. كما طالبت نقابة المحامين جهاز الدولة التدخل المناسب والمسؤول للتيقن من عدم تكرار مثل هذه المأساة. واشددت نقابة المحامين السودانيين من أن التراخي والتساهل في إنفاذ القانون كان وسيظل السبب المباشر إن لم يكن الوحيد في تكرار مثل هذه الجرائم. ودعت نقابة المحامين الحكومة الانتقالية لتفعيل القوانين الطارئة والتدابير القانونية والسياسية والأمنية الحصيفة التي تخاطب جيوب التفلتات الأمنية وتردع حملة السلاح خارج نطاق القانون وتلاحق الجناح ضمانا لتقديمهم لمحاكمة عادلة وجبرا للأضرار المادية والإصابات وانتصارا لدماء ضحايا هؤلاء القتلة. طالبت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد المجتمع الدولي بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بخروج بعثة اليونان من دارفور، وذلك على خلفية أعمال العنف في الجنينة. وأكدت في بيان لها الضرورة القصوى لإرسال قوة أممية تحت الفصل السابع لها القدرة والإمكانيات في حماية المدنيين. وقالت أن تسارع الأحداث الدامية واتساع رقعتها يدل على عجز الحكومة عن حفظ الأمن وحماية المدنيين، وينذر بإنفلات أمن خطير ومقدمة لحرب أهلية شاملة تقود إلى تفكيك السودان. وقال عبد الواحد محمد النور لدى مخاطبته أمس ندوة لمنسوبي الحركة أن أحداث الجنينة تندرج في إطار التردي الأمني والاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدا على ضرورة الحوار السوداني السوداني. وأضاف عبد الواحد محمد نور في هذا الخصوص: حاصل انفجار تام، المافيا الهجوم واقع، الأمن ماشي من سجن لأسوء وما يدري في السنين الليلة واقع، الاقتصاد ماشي بسرعة الزانة وبسرعة بلدية الهاوية، التعليم كل شيء واقع، معيشة السكان يعني انفجرت في حالة الضرورة، هل أنت عرفت أن تحول الموضوع؟ قلنا يا جماعة أن الحل أن قدرة في جنين السودان كل دمر هو أرض داخل السودان، لأن أزمة السودان يرى من جانبها. اتهمت الحركة الشعبية بقيادة الحيل السلطة المركزية في الخرطوم بالتواطؤ مع مرتكبي الأحداث الدامية في الجنينة. وأوضحت أن أحداث الجنينة تؤكد عدم وجود سلام ولا تبشر بسلام قادم. وطالبت الحركة في بيان لها السلطات بحسم هذه الفوضى والتفلتات الأمنية وبسط سيطرتها على هذه الميليشيات التي ترعاها وتقوم بحمايتها. وأدانت الحركة الأحداث المتكررة في الجنينة وما وصفته بالصمت المريب للسلطات وتقاعسها عن الالتزام بواجباتها وحماية المواطنين. وطالب بيان الحركة الشعبية بحل الميليشيات القبلية وقوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة لتكون تحت قيادة موحدة وبعقيدة عسكرية جديدة.
ثم الجبهة الثورية على قرارات مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ في ولاية غرب دارفور وتفويض القوات النظامية لفرض حجبة الدولة، داعية في ذات الوقت لتبني الحلول السياسية لإيجاد حل جذري لأزمة الولاية. وطالبت الجبهة الثورية في بيان لها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أسباب النزاع المتكرر ولتقديم المتسببين في الأحداث إلى محاكمة عادلة. ودعت الجبهة الثورية إلى الإسراع في تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان. دعت الأمم المتحدة أمس جميع الأطراف في جنين لوقف القتال على الفور، وطالبت في ذات الوقت الحكومة بالتحقيق ومحاسبة أولئك المسؤولين عن العنف. ورحب رئيس بعثة اليون تامس أمس بقرار الحكومة بإعلان الطوارئ لاحتواء الموقف، وحث قوات الأمن الحكومية على منع المزيد من العنف واستعادة النظام لصالح جميع المدنيين. وطالب الحكومة أيضا بالضمان سلامة ووصول المنظمات الإنسانية التي تقدم الخدمات إلى هؤلاء المتضررين. من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي في السودان عن قلقه البالغ عزاء التصعيد الأخير للعنف في الجنينة، داعيا جميع مكونات الحكومة الانتقالية بذل قصارى جهدها لوقف العنف. ومن جهتها حثت السفارة الأمريكية بالخرطوم أطراف النزاع في الجنينة إلى ضبط النفس لاستعادة السلام والأمن بالمنطقة. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. انطلقت أمس مظاهرات في عدد من مدن الولايات من بينها الخرطوم، عطبرة ومدني وبورت سودان وكسل والقضارب إحياء للذكرى الثانية لدخول محيط القيادة العامة. وطالب المشاركون في المظاهرات بتصحيح مسار الثورة وتقديم المتهمين بقتل شهداء ثورة ديسمبر للعدالة. وتحركت مواكب مدني إلى الأمانة العامة للحكومة مطالبة بإقالة الوالي والمدراء العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات. وفي ولاية نهر النيل انطلقت المواكب من دار لجان المقاومة بعطبرة إلى مقر الحرية والتغيير ومنها إلى المحكمة مطالبين بالقصاص للشهداء وإصلاح الحرية والتغيير، إلى جانب المجلس التشريعي الثوري. وأضاف المشاركون في موكب مدني في هذا الخصوص: وفي شرق السودان انطلقت مظاهرات محدودة في بورت السودان للمطالبة بالقصاص للشهداء وتصحيح مسار الثورة، فيما اقتحم محتجون آخرون مقر الأمانة العامة للحكومة احتجاجا على قرارات لجنة إزالة التمكين بفصل عاملين. وفي مدينة كسلة خرج طلاب المدارس في مواكب حاشدة مطالبين بتحسين الوضع الاقتصادي. وفي القضارف أقلقت لجان المقاومة طرقا رئيسية مطالبة بالحل الجذري لأزمة مياه القضارف وإقالة الوالي وهيكلة الحرية والتغيير، إلى جانب هيكلة لجنة إزالة التمكين. وأضاف أحد المتحدثين في مواكب 6 أبريل في القضارف: يا جماعة دارين نقول إنه مواكب ولاية القضارف بكل صراحة ما أعرف المواجهة حتجي فين، المواجهة مشكلتها شنو ما في زور عارفها، المواجهة دي خروجها للنعي الدفع انتقلت فيها دي موكب ولاية القضارف مشكلت شنو ما في زول عارفة للأسف حكومتنا ما تعجبنا لخد الآن ما التباري استنجل ممارسات بعد النظام السابق تحديد يا أمو المطالب بإصغاء والي ولاية القضارف ومطالب بحل مشكلة مياه ولاية القضارف وحل جذري. وفي العاصمة الخرطوم فضت السلطات الأمنية بولاية الخرطوم مظاهرات 6 أبريل التي نظمها ناشطون بمناسبة الذكرى الثانية لاعتصام القيادة العامة. واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين أمام القصر الجمهوري والمطالبين بتصحيح مسار الثورة. وتسبب الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع في حالات إغماء وسط المتظاهرين في شارع الجمهورية. ورصد ناشطون إصابة أحد المتظاهرين بعبوة غاز مسيل للدموع فيما شهد محيط القصر الجمهوري حالة كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين. وأغلق محتجون عدد من الطرق الرئيسية. وأضاف أحد المتظاهرون في هذا الخصوص: في لحظة ما تقول لما الشهيد بيتم تخيلوا في الأحضار دي في أمهات مبنومه ما تقول لما الشهيد بيتم في ناس أصحابه ماتوا أو مشوا معهم من 2013 ماتوا من غير أي سبب. طيب الرسالة شنو في إنه ما يجي لما الشهيد وما ظلوا تلاتين يقول ده حق الناس
الناس طلعت دي كانت رحت الناس من غير مقابل صح من غير مقابل حصل معي في كده اي ظلم الناس الان الناس صوتها دارين مقابل محاصصات حزبيه تمام محاصصات حزبيه والله زي كلامي كلامكم ده الليله كنا نحن نكون بناكل ذهب كلنا ما عشان احنا دارين نغنى ولا كده لكن نغنى حيكون وضع السودان. من جهه ثانيه اعلنت عدد من المجموعات النسويه تنظيم موكب نسوي غدا الخميس للمطالبة بإنفاذ نصوص الوثيقة الدستورية الخاصة بإلغاء التمييز على أساس النوع، ويطالب الموكب المزمع تسييره من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام باعتماد مرجعية المواثيق الدولية المتعلقة بالمساواة النوعية في كافة التعديلات والإصلاحات القانونية والسياسية، كما يدعو الموكب لضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص وتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع، ويؤكد الالتزام بمحاربة الأفكار التي تستهدف النساء والفتيات، ويشدد الموكب على إصلاح منظومة إنفاذ القانون والقضاء لضمان سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات عدلية تلبي تطلعات السودانيات والسودانيين للعدالة. أكدت مآب صلاح الاختصاص النفسي في مركز عزل الخرطوم وفاة 3 من المصابين بكورونا يوم الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأوضحت في صفحتها على الفيسبوك أن المصابين كانوا في العناية المكثفة على جهاز التنفس الصناعي، وقالت أن التيار الكهربائي انقطع لمدة 5 ساعات، وبينت أن 2 من المرضى تم تحويلهم لمركز عزل جبرة وهم في وضع مستقر مطالبة بالتحقيق حول الحادث. من جانبها نفت وزارة الصحة الاتحادية ما وصفته بالإشاعة المغرضة التي تتحدث عن وفاة 6 أشخاص من مصابي كورونا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن عنبر وحدة العناية المكثفة بمستشفى الشعب التعليمي بالخرطوم، ولم تعلق الوزارة حول الأنباء الخاصة بوفاة 3 مرضى بمركز عزل الخرطوم. طلبت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش بالإقلاق التام للبلاد وحظر التجول الشامل لمدة 3 أسابيع في ولاية الخرطوم الجزيرة والبحر الأحمر بسبب تزايد حالة الإصابة بكورونا، وشددت الرابطة في بيان لها على ضرورة إقلاق أي محلية إقلاقا كاملا فور ظهور أي حالات مرضية، وأكدت ضرورة إقلاق مطار الخرطوم وبناء بورت السودان والمعابر البرية مع كل دول الجوار ومنع السفريات الداخلية من إلى أماكن الإقلاق. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تطعيم 63,867 بلقاح كورونا في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة للكوادر الصحية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأعلنت أن انطلاق حملة التطعيم يوم الأحد القادم في 8 ولايات. نفذ تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية بوت مدني مطالبا بإلقاء قانون المشروع لعام 2005 وقانون الإنتاج الزراعي والحيواني، واتهم جهات بإعاقة إلقاء القوانين على الرغم من قرار مجلس الوزراء. وطالب التحالف خلال الوقفة بتشكيل لجنة تحقيق حول فشل العروة الشتوية بسبب العطش وخروج 150,000 فدان من المساحة المزروعة المقدرة بأكثر من 500,000 فدان، وندد بالزيادة غير المسبوقة في مدخلات الإنتاج، وطالب التحالف بإعفاء محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق والبت فورا في الطعن المقدم في اللجنة التسييرية للمزارعين، موضحين أن من بينهم قيادات في المؤتمر الوطني، وأضاف أحد قيادات التحالف في هذا الخصوص. إخواننا نحن مطالبين بتكوين لجنة تحقيق كل الذين ساهموا في فشل الموسم الزراعي خاصة العروة الشتوية التي أصابها العطش وخرجت أسعب 150,000 فدان من المساحة المزروعة واللي قدرها ب 513,000 فدان، بالرغم من أن وزير الري أعلن جاهزيته لزراعة 800,000 فدان، الزيادة الغير مسبوقة في مدخلات الإنتاج وتكلفة الإنتاج. من جهة ثانية اشتكى مزارعو مشروع الجزيرة من الأضرار الكبيرة لزيادة سعر الوقود على عمليات الحصاد، وقال المزارع الطيب إسماعيل من مكتب المعالك لراديو دبنجا أن سعر جالون البنزين ارتفع إلى 700 جنيه، مما أدى لارتفاع حصاد الفدان من 2,000 إلى 2,500 جنيه، وأشار إلى إشكاليات في الترحيل وعدم توفر الحاصدات بسبب أزمة الوقود وارتفاع أسعاره، وطالب الحكومة بالوقوف مع المزارعين.
مشيرين إلى أن زيادة أسعار الجازولين لم تكن متوقعة، وأعرب عن مخاوفه من ارتفاع مدخلات الزراعة في الموسم الجديد فيما يعيق عمليات الزراعة. وأضاف المزارع الطيب إسماعيل من مكتب المعيلك في هذا الخصوص: الزيادات الأخيرة بتاعت الجازين يعني الجالون حوالي قريب 700 جنيه، ضرر بينا ضرر بالغ. الفدان في الحصاد من 2000 بقى 2500، يعني الأربع فدان من 8000 ل10000. حتى الآن يعني ما في وفرة في الجازولين، والترحيل والحصاد بقى صعب، والحصيدات ذاتها بسيطة جدا جدا. يعني طالب حكومة الثورة تقف معانا في، يعني حتى في التومين ما كان مرصود الكلام ده، والتكلفة بقت عالية والأسعار ذاتها ما للنهاية. فنطالب حكومة الثورة أنه ترى علينا. الخبر الأخير في النشرة: حسر فزع أهلي بولاية جنوب كردفان على جثتي مواطنين، وهما محمد بخيت يبلغ من العمر 60 عام وبدر الدين عمر حامد يبلغ من العمر 35 عام، مقتولين برصاص مجهولين في أطلال غريض زليطة جنوبي دلامي. وكان مواطنون لراديو دبنجا أن الفزع خرج لتخصي أثر مواشي سرقت صباح أمس، وأوضح أن القاتلين كانا يقومان بنظافة مزارعهما في زلطايا منذ أيام، وأنهما خرجا من المزارع للبحث عن عسل في جبل الكمن شرقي زلطايا، وأشاروا إلى رصد آثار لدراجات بخارية كانت تجوب المنطقة، وبيّنوا أن جثث القتيلين نقلت إلى رئاسة شرطة دلامي للإجراءات الشرطية، ومن ثم وريت الثرى بمقابر الدلامي. وأوضحوا أن الحادث وقع في المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.